خد يا واد خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك ليا يا ام. معلش انا متقل عليك اليومين دول. ما تقولش كده يا واد، وبعدين انت بكره تتخرج وانت اللي تصرف عليا. سلم على ابوك. ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا سالم؟ ما تبقاش تاخر على امك تاني. حاضر. ام شوق جت. ازيك يا ابو شوق؟ ازيك يا عوض؟ ازيك يا ابو سالم؟ ازيك يا اختي؟ ايه يا وليه؟ رحتي وقلتي عدولي. ابدا انا هنا. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا سالم؟ ازيك يا ام شوق؟ افتكوا بعافية. الله يعافيك يا ام شوق. وحفظ الله يا ابو. مع السلامة يا سالم. ادعي لي ونبي اما الامتحانات قربت. ربنا ينجح ما قصدك يا اخويا ويخبز لك العيش. ربنا يخليك يا حبيبي. هدية من خالتكم. هو ده الكلام. التلفزيون مرة واحدة. والله خالتي دي عسل. ربنا يخليها لنا. وازيها يا أمه وازاي البلد كلها؟ تمام كله بخير. هما مش هيجوا يزورونا مره؟ لا. طب نروح نزورهم احنا والنبي ياما. قلت لا. ليه ياما؟ اسالوا ابوكم.